السلام عليكم، كيف حالكم أحبتي؟ اليوم في مادة العلوم كتاب الطالب الوحدة الخامسة صفحة 30، درسنا الليل والنهار. كما تعلمون أحبتي، نبدأ درسنا بتلاوة الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا هذه الآية تتحدث عن تعاقب الليل والنهار في اليوم الواحد. ما رأيكم أحبتي أن ننتقل إلى المصطلحات الرئيسية؟ هنا يوجد الأرض، الشمس، الليل، النهار، درجة الحرارة. كما تعلمون أحبتي، في اليوم الواحد تتعاقب الليل والنهار. في النهار تظهر أشعة الشمس الجميلة، وفي الليل يظهر القمر الذي يستمد ضوءه من الشمس. إذن القمر يستمد ضوءه من وين؟ أحسنتم، من الشمس، من أشعة الشمس. الشمس أور عبارة عن نجم مضيء، شكلها كروي تقريبا، والشمس تعد المصدر الرئيسي للحرارة والضوء. هنا انظروا، الشمس نجم مضيء وهي أقرب نجوم السماء إلينا وتعد المصدر الرئيسي للحرارة والضوء، أما شكلها فكروي تقريبا. الآن يوجد صورتين ألف وباء، في أي الصورتين يبدو الوقت ليلا وكيف عرفت؟ انظروا هنا، هنا تظهر أشعة الشمس إذا نهارا، هنا يظهر القمر، انظروا هنا إذا ليلا، أحسنتم. الآن يا أول، في أي الصورتين يبدو الوقت نهارا وكيف عرفت؟ انظروا صورة ألف صورة باء، هنا تظهر أشعة الشمس إذا الوقت نهارا، هنا يظهر القمر إذا الوقت ليلا. إذا عندما تظهر أشعة الشمس يصبح الوقت نهارا، عندما يظهر القمر يصبح الوقت ليلا. في أي الصورتين درجة حرارة الجو أعلى؟ ألف أم باء؟ أحسنتم، ألف، لأن تعد الشمس نجم مضيء جدا، نجم مضيء وهي مصدر للحرارة والضوء. هنا تكون درجة حرارة الجو أعلى من القمر. ننتقل الآن أحبتي إلى ماذا تعلمت. انظروا، الشمس نجم مضيء وشكلها كروي تقريبا، الشمس المصدر الرئيسي للحرارة والضوء، يتعاقب الليل والنهار في اليوم الواحد. انظروا الآن إلى الفصول الأربعة، ما رأيكم أن نرحب بفصول الأربعة؟ هيا بنا أحبتي. دقي دقي يا طبول، في السنة أربع فصول: فصل الصيف، فصل الشتاء، فصل الربيع، فصل الخريف. الآن أحبتي صفحة 32، درسنا بعنوان الفصول الأربعة. كما تعلمون أحبتي، تتكون السنة من أربعة فصول متعاقبة: فصل الشتاء، وفصل الربيع، وفصل الصيف، وفصل الخريف. الآن أحبتي ننتقل إلى المصطلحات الرئيسية. الفصول الأربعة: واحد، فصل الشتاء، اثنان، فصل الربيع، ثلاثة، فصل الصيف، أربعة، فصل الخريف. هنا الأرض ودرجة الحرارة. الآن أحبتي نتأمل الصور ونجيب على الأسئلة التي تلي الصور. قبل ذلك انظروا إلى مجموعة الصور الجميلة هذه. هنا فصل الصيف، بماذا يا أول يتميز فصل الصيف؟ ماذا يتميز فصل الصيف عن باقي الفصول؟ أولا تكون أشعة الشمس حارة جدا، تكون أشعة الشمس حارة جدا، تنضج معظم الثمار في فصل الصيف. أيضا نرتدي الملابس الخفيفة، أحسنتم أحبتي. انظروا إلى الصورة الثانية، فصل الخريف، بماذا يمتاز فصل الخريف؟ بانخفاض درجات الحرارة، تتساقط الأوراق، تهاجر الطيور بحثا عن الدفء، بكون الطقس غائم، تمهيدا لحلول فصل الشتاء. انظر هنا إلى فصل الشتاء، بماذا يمتاز فصل الشتاء أحبتي؟ أحسنتم، تتساقط الأمطار وتتساقط الثلوج، يكون الطقس باردا جدا، نرتدي الملابس الثقيلة. الآن انظر إلى هذا الفصل الجميل، أنا أحبه كثيرا،
فصل الربيع. بماذا يمتاز فصل الربيع؟ تكون درجة الحرارة معتدلة، تتفتح الأزهار، تكثر الرحلات العائلية، أليس كذلك أحبتي؟ ما رأيكم أن نجيب على الأسئلة هنا؟ في أي فصل ترتفع درجة الحرارة كثيرا؟ أحسنتم، في فصل الصيف، انظري إلى أشعة الشمس. أحسنتم. الآن في أي فصل تنخفض درجة الحرارة كثيرا؟ أحسنتم، الشتاء. الشتاء يكون الطقس باردا. في أي فصول السنة تساقط أوراق بعض الأشجار؟ في فصل الخريف كما علمتم. في أي فصول السنة تتفتح الأزهار؟ في فصل الربيع. الآن ننتقل إلى صفحة 33، انظر هنا، تتغير درجات الحرارة من فصل إلى آخر. الآن نتعرف، ففي فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة وتظهر الغيوم، أما في فصل الربيع تكون درجة الحرارة معتدلة وتتفتح الأزهار. في فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة كثيرا في بلادنا مقارنة بدرجات الحرارة في الفصول الأخرى، وتنضج معظم الثمار. الآن في فصل الخريف تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وتنشط حركة الرياح، وإذا بقرب فصل الشتاء تتساقط بعض أوراق الأشجار. الآن ماذا تعلمت؟ تعلمنا تتكون السنة من 4 فصول متعاقبة، هي فصل الشتاء، الربيع، والصيف والخريف، وتتغير درجات الحرارة من فصل إلى آخر حسب مميزات كل فصل. الآن يا أول، لقد أتممنا كتاب الطالب مادة العلوم الجزء الثاني. أتمنى أن استمتعتم بالمنهاج واستفدتم من المعلومات اللي قدمناها لكم. بتمنى تراجعوا الدروس، أي نقطة غير واضحة بالنسبة لكم تبعثولي، وإن شاء الله ما رح نقصر معاكم. إلى اللقاء أحبتي، معلمتكم الغالية هناء أبو الخيل.